في هذه المسألة. فإنه يجي يحول كنيسة الآيا صوفيا إلى مسجد، طيب نشوف غرناطة، غرناطة ومش بس غرناطة، ما هي سقطت كامل الأندلس بعد ما حكموها المسلمين أو عاشوا فيها 800 سنة، تصوروا 800، بعد ما عاشوا فيها 800 سنة طلعوا منها 1492 بالكامل، يعني ما هي كانت على مراحل 1492. طيب 800 سنة والمسلمين يعني بلادهم والناس اللي أسلمت من أهل البلاد، ولكن لما أجوا الأوروبيين الصليبيين نقول احتلوا الأندلس بالكامل، خلينا نيجي لغرناطة. غرناطة لما تحاصرت لم تسلم إلا بصلح وقع عليه البابا، لم تسلم إلا بصلح وقع عليه البابا. ولما دخلوا، لما دخلوا شو عملوا؟ أخلفوا. لما طب هذه فتحت صلح وقع البابا، ما هو توقيع البابا؟ يعني ايش البابا؟ ما هو اللي بيحلل وبيحرم. هو اللي بيحلل وبيحرم، ما هو اصلا نقض العهود يبدو في الكتاب المقدس موجود من اصله، تمام. وبنسألهم الان قصر الحمراء ومساجد غرناطة وغيرها، مساجد الان ولا كنائس ولا متاحف ولا شو؟ وجاي هالتافه بيحكي على ايش؟ على آيا صوفيا. طب ما هم دخلوا المسلمين القدس، دخلوها صلحا، هيها موجودة كنيسة القيامة لليوم، كنيسة لأنهم دخلوها صلحا. مش بس كنيسة القيامة موجودة، كنيسة القيامة المبنية قبل الإسلام من 300 سنة وأكثر، من 300 سنة هيها موجودة لليوم لأنه عمر بن الخطاب دخلها صلحا. ومش بس هيك، ومليء والكنائس معبي العالم الإسلامي عبر القرون، مع أن الدولة الإسلامية كانت دائما هي الدولة الأولى والعظمى في العالم، الراشدين أقوى دولة في العالم، الأمويين أقوى دولة في العالم، العباسيين أقوى دولة في العالم، العثمانيين أقوى دولة في العالم في عزهم. طيب ويعني ما فيش اللي بيسموه اليوم حقوق إنسان وفتش وما تفتشش، هم هيك كانوا. ولما كانوا اليهود يضطهدوا في أوروبا وغيرها يهربوا لعندنا، اليهود لما طلعوا المسلمين من إسبانيا طلعوا اليهود. لما تسأل اليهود وين طلعتوا من إسبانيا بقول لك 1492 لما طلعوا المسلمين. ليش؟ بذبحونا النصارى. قالوا جديد إسبانيا صارت كلهم الآن عملت قانون ارجعوا، اللي بده يرجع يرجع من اليهود اليوم من بعد 500 سنة. اللي كان يرجع قال يعني الآن شعروا بالذنب، تمام. طب وين كانوا يهربوا اليهود؟ عند المسلمين. طيب اول مستعمره بنيت في فلسطين 1882، اول مستعمره شو قصتها؟ قصتها انه اضطهاد الارثوذكس لليهود اللي هم القياصره، يعني ذبحوا اليهود، فمن المذابح 1882 هربوا وجوا للدوله العثمانيه وعاشوا وين ما بدهم، ومنهم اجل فلسطين وبنوا اول مستعمره. ولذلك اليهود بيقولوا عصر الذهبي اصلا لما كنا احنا تحت حكم المسلمين في الاندلس، هم بيقولوا فالمسلمين في تعاملهم. طيب هايو محمد الفاتح زي ما قلنا هايو جاب نصارى اصلا، لو قضية نصارى ومش نصارى دليل انه كانت البلد مش في عزها مفرغة، يعني هي على فكرة احتاجت لاربعة الاف مقاتل يدخلوا جوا الاسوار من جنوة، جابوهم من جنوة مشان يدخلوا ويقاتلوا العثمانيين، استوردوا 4000 مقاتل، يعني هم ما كانش اصلا في يعني الاعداد الكافيه، وبالتالي كان في 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 كنائس وفي كذا، وكم كنيسه يعني اختلفوا اصلا كم كنيسه حولها، يعني هن 8 كنائس اللي تم تحويلهن. طب ما هو برضو اعطى واعطى 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 يهود ومسيحيين، ابني فاضيه بس مش فاضيه هاي، بس هذه الان هذه كانت هي على فكره التي تمثل، هذه بالذات الآيا صوفيا اللي كانت تمثل ايش؟ مركزية الامبراطورية البيزنطية، واللي قاتلت المسلمين 800 سنة وقال لهم بدخلها سلم، وما بيعرفوا شو سلم يعني يحافظ عليها كل شيء عندهم، قالوا له لا، قال ندخلها بالحرب. ولذلك الأرثوذكس قبلانين، مين اللي بيعترض؟ مين اللي بيعترض؟ وشو عملوا في شو عملوا في مساجد المسلمين في كل اسبانيا؟ شو عملوا فيها؟ شو عملوا في المسلمين؟ يا بتقتل
يا بتهرب يا بتتنصر، فش غير هيك. طب ما عمرنا ما عملناها في أي أمة من الأمم. وهذا التافه اللي قلنا عنه جاي بيقول بهذه الطريقة حتى تعرفوا اليوم. إذن طب شو اللي جاب هالكلام هذا؟ لأنه كان بيستخدم هاي الآية اللي احنا وضحناها، وبجوز هذا اللي خلاني يعني أفسر الآية وغيرها. ما برضو فرصة نفسر الآية، ما احنا بنفسر مش هيك؟ فأن يكون لها مناسبة كويس، تمام؟ حتى لا نخدع، لأنه هذا الرجل له ناس بيدخلوا بيسمعوا له وبيضلل كثير، خصوصا الناطقين بغير العربية مشكلة. وحتى اللي ناطقين بالعربية ما هم في ناس قاعدين بيترجموا له، بترجموا محاضراته كمان للعرب. ها وابصر منين هو؟ هذا نزل من باراشوت على فكرة. من شو اساسه؟ مين هو؟ شو خلفيته؟ لا هو من علماء الازهر، ولا هو من علماء الزيتونة، ولا هو من علماء في الهند، ولا هو منين اجى وكيف نزل بالباراشوت عالم اسلامي؟ وشو كان قبل؟ وين درس الاسلام؟ ماشي. لا انا ليش قلت هيك؟ لانه في ناس بنخدعوا فيه، في ناس من الشباب، وبالتالي يعني ممكن تجد في ناس كثير بيسمعوا. طيب، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وان يريدوا ان يخدعوك. طب ايش يعني خدعه؟ خدعه